رفع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أسميات التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة فوز المملكة بشرف استضافة دورة الألعاب الأسيوية 2034 لأول مرة في تاريخها. جاء ذلك لدى ترأس سموه وفد مملكة البحرين في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الأسيوي والذي عقد في العاصمة العمانية مسقط. هنأ سموه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية بهذا الفوز، مؤكدا استحقاق المملكة لاحتضان الحدث الرياضي الكبير لما تتمتع به من قدرات وإمكانات هائلة، مشيدا بقوة الملف السعودي، معربا عن ثقته الكبيرة بقدرة المملكة العربية السعودية على استضافة واحدة من أفضل دورات الألعاب الأسيوية على مر التاريخ. أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن فوز المملكة العربية السعودية هو مصدر فخر واعتزاز لكل الدول الخليجية والعربية، منوها بدورها البارز في الارتقاء بالرياضة الخليجية والعربية والقارية وتبني مختلف المبادرات والمشاريع الرائدة التي جعلت منها وجهة مفضلة لاستضافة مختلف الأحداث الرياضية. أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن تقديره للدور الهام الذي يلعبه المجلس الأولمبي الأسيوي برئاسة الشيخ أحمد الفهد الصباح في دعم وتطوير الحركة الأولمبية في القارة الأسيوية، مشيدا بنتائج اجتماع الجمعية العمومية والتي تصب جميعها في تطوير الحركة الأولمبية وعودة الحياة إلى الملاعب الرياضية من جديد لتجاوز تداعيات وآثار جائحة كورونا. وتقدم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بخالص الشكر والتقدير إلى سلطنة عمان الشقيقة على التنظيم المتميز للاجتماعات.